اهلا بكم مشاهدينا في الجزء الثالث والاخير من الملعب، ضيوفنا عبد الله الفرج وحسن عبد القادر من جده. في الهلال قدم الاستاذ احمد الخميس عضو مجلس اداره نادي الهلال وامين عام النادي استقالته اليوم السبت الى رئيس الهلال الامير عبد الرحمن المساعد مبررا استقالته بسبب ظروفه العمليه. طبعا تم قبول الاستقاله حسب مصادرنا ومعلوماتنا. هذه الاستقاله المفاجئه جاءت ربطا بالترشح احمد الخميس لمنصب نائب الرئيس في الاتحاد السعودي لكره القدم الاتحاد القادم، حيث انه لا يستطيع الجمع بين المنصب، وبالتالي هناك معلومات تؤكد بنيه احمد الخميس التواجد كنائب للرئيس في الاتحاد السعودي لكره القدم، وان هناك اتفاق على ذلك بينه وبين الأستاذ أحمد عيد فيما لو رشح كرئيس لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم. يذكر أن الأستاذ أحمد عيد برفقة أحمد الخميس كانوا قد تواجدوا سويا مع بعثة الأهلي في كوريا. هل هذا الربط منطقي عبد الله برأيك؟ أنه رافق الكوريا؟ لا، أنه استقالته بسبب والله ممكن ان ممكن يكون اليس قريب برايك؟ احمد الخميس طبعا من الشخصيات الهلاليه المميزه. صحيح، واللي له صاحب خبره يعني وخبره جيده وتعامل مثالي. يعني هي ما ادري معلومه مؤكده فيها منطق برايك الربط؟ ممكن انه يكون طيب يرشح نفس المنصب هذا. ايش رايك يا حسن؟ اتفق معك عادل. هو على فكره السيناريو تغير. كان السيناريو انه احمد عيد يترشح يكون رئيس الاتحاد السعودي نائب محمد النويصر، الاستاذ محمد النويصر طبعا، لكن اللي عرفته انه الاستاذ محمد النويصر يرغب البقاء رئيسا لهيئه دوري المحترفين، وبالتالي كان احمد الخميس هو اي نعم رابطه دوري المحترفين، بالتالي احمد الخميس هو البديل ليكون نائب رئيس. تعرف انت اختيار 19 شخص اعضاء مجلس الاتحاد السعودي لكره القدم، هذول 19 شخص هم يختارون بينهم رئيس النادي، رئيس الاتحاد السعودي هو ويختارون النائب، وبالتالي اعتقد انه منطقي الوضع جدا. حتى استقالته بهذا التوقيت وقبولها بهذه السهوله هي يعني توطئه لان يكون كما ذكرت عادل انه هو يكون نائب رئيس الاتحاد السعودي واحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي، لكن للاسف احنا نتكلم الان قبل الانتخابات، يعني حطينا الرئيس وحطينا نائب الرئيس وانتخابات لسه. والله هذا اللي صاير يا حسن، احنا في الجمعيه العموميه كل اعضاء الجمعيه العموميه او يعني خلينا نقول الحديث السائد من الزملاء اللي حضروا الجمعية الكل عنده رغبة بأن يكون أحمد عيد هو الرئيس، فبالتالي أو أنه الحديث بغض النظر عن الرغبة الحديث يدور في الجمعية العمومية في كواليسها بأن أحمد عيد هو الرئيس القادم. هذا اللي قاعد يصير، يعني إحنا ما جبنا شيء من عندنا. لا لا، وهذا الكلام اللي سمعناه من حتى من فترة طويلة يعني من بداية إعلان الاتحاد المؤقت إنه كان برغبة أظن، يعني كما عرفت إنه من الأمير نواف فيصل من الأندية خلال اجتماع بالأندية إنه يكون أحمد عيد هو الرئيس القادم 4 سنوات قادمه مزيدا من الاستقرار للاتحاد السعودي، صاحب طيب خبره صاحب تجربه، بالتالي السيناريو عادل كما ذكرت. عاد هم الاعضاء يا حسن اذا هم رشحوا هم مش مقتنعين هذه يعني راجع لهم حقيقه وما يستحقوا المكان اللي هم فيه. انا والله بالنسبه لاسماء عادل اللي موجوده الان في الاتحاد السعودي او الجمعيه العموميه اعتقد انه احمد عيد هو الاكثر شخص مؤهل. ويكفي انه الفتره الثلاث اشهر دي كانت فتره عصيبه جدا، استفاد طيب منها كثير، تعلم كثير من التجارب، اعتقد انه شخص مؤهل يكون رئيس اتحادي ورئيس اتحاد سعودي. وايضا لا ننسى ان احمد الخميس احمد الخميس عمل في اداره النادي لكنه يمتلك خبره كبيره، يمتلك قدره كبيره وعمل في نادي كبير، مرت عليه كثير من التجارب، اعتقد انه مؤهل تماما انه يكون في هذا المنصب اللي هو نائب رئيس الاتحاد السعودي. عموما هذا هي مجرد معلومات، في النهايه مثل هذه الانتخابات تحدث امور في اخر الحلقة الأخيرة كذا ويتغير كل شيء، مثل ما قلنا مثل ما قال حسن السيناريو اللي كان يعني مرتب له حسب التكتلات الموجودة انه احمد محمد النويصر هو نائب الرئيس، الان تغيرت الامور ما ادري يعني برضا ولا يعني بطريقة اخرى. عموما احيانا تتغير كثير من الامور في مثل هذه الانتخابات، هذا اذا اتفقنا انها انتخابات حقيقية.